روسيا ترفض تبريرات إسرائيل بشأن إسقاط طائرتها في سوريا. طموحات كبيرة لمعرض نسوي لمنتجات يدوية في النقب. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف وجودها قرب الخان الأحمر. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير أفادت بأن روسيا رفضت قبول تبريرات الوفد العسكري الإسرائيلي الذي زار موسكو في محاولة لاحتواء إسقاط الطائرة الروسية التي تقول إسرائيل بأن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطتها. وتأتي هذه التقارير غدا لقاء وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أوفدته الحكومة الإسرائيلية للقاء قائد سلاح الجو الروسي، وذلك لعرض نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي أظهر بأن الدفاعات السورية هي التي أسقطت الطائرة الروسية، وبأن المقاتلات الإسرائيلية لم تعرض الطائرة الروسية للخطر. ووفق المعلومات الواردة، فإن المسؤولين الروس طالبوا الوفد الإسرائيلي بإعداد تقرير جديد لشرح تفاصيل الحادثة بعد أن أبلغوهم رسمياً بعدم قبول التبريرات الإسرائيلية.